بطبيعة الحال الجميع في بيوتهم، الشوارع خاوية، المحال مغلقة، رجال الأمن يحرسون، والجيش الأبيض يتقدم بكل قوته بين الأزقة والأحياء الضيقة من أجل الإنسان. اخترت أن أسمي هذا التقرير باسم الرسالة، حابين تعرفوا لأي نوع من المخاطر يواجهوها أبطال الصحة والجهات الأمنية والجهات الإعلامية وكل من يتواجد في الميدان أثناء تواجدكم داخل المنازل وأثناء محاولة الخروج في فترة منع التجول؟ خلونا نشوف. كلنا مسؤول، فكانت الجولة مع أفراد الصحة، وهذا ما كان في بعض الأحياء من البعض دون مبالاة بعين الاعتبار أن التباعد الاجتماعي هو الأنسب بهذا الوقت. فالصورة قد تكون معبرة عن هذا الواقع وما يحدث لحظة تلو الأخرى داخل الأحياء ذات الكثافة السكانية. صفا صفا، هذا مصاب وذاك مشتبه به، لسان حال الواقع يقول أن طاقم الصحة يعرض حياته لخطر جامح. فعلا فهم يتعاملون وفق خطط محكمة التدبير، فيتشاورون بلحظة وجودهم في الموقع لضمان سلامة الجميع مع أخذهم بوسائل السلامة الفائقة. لستم لوحدكم، سنبقى برفقتكم حتى النهاية. جولتنا الثانية مع المتطوعين من طاقم التوعية الصحية، الذي فاق عددهم 200 متطوع يطرقون الأبواب متحدين الأزمة باسم الإنسانية ليطمئنوا نفوس الجميع. ما شاء الله عليهم، الله يحفظهم، مو احنا نقول، شهادة جميع دول العالم. بلد زية، بلد عز، بلد شرف، هذه بلد إنسانية. هنا الله يحفظنا خادم الحرمين ولي عهده، ويحفظ الشعب السعودي كله يا رب. خطاكم مسددة والرسالة تؤكد كلنا مسؤول. من المدينة المنورة، محمد شيخ، الإخبارية.